ما هي أبرز شركات الشحن في العالم وما هي أهميتها؟ يعد الشحن من أمرا ضروريا جدا لنقل البضائع والأشياء الخاصة بالأفراد، حيث أن للشحن أنواع، منها الشحن البري والبحري والجوي. يعد الشحن البحري من أقدم أنواع الشحن على مر التاريخ، حيث كانت البضائع تشحن عن طريق السفن التجارية، والتي تطورت فيما بعد لتصبح تلك السفن العملاقة والبواخر التجارية التي تتحرك بواسطة محركات الديزل أو التوربين البخاري، ناقلة الأطنان من البضائع والمواد من دولة لأخرى ومن قارة لأخرى، ملبية حاجات الدول بأقل الأثمان مقارنة ببقية أنواع الشحن. لذلك وبداعي الحاجة، قامت العديد من الدول بإنشاء أساطيل تجارية حتى تضمن سهولة وسلاسة حركة بضائعها التي تنقلها بينهما. تنقل البضائع بحرا بواسطة الحاويات التي ابتكرها مالكوم ماكلين مؤسس شركة ميرسك سيلاند، والذي كان بحسب قوله أول من خطرت في باله فكرة النقل عبر الحاويات، حيث كان ينتظر شحنة آتية له عن طريق البحر. وفي أثناء نقل البضائع من الشاحنة البرية إلى الباخرة، تساءل حينها: ماذا لو أمكن نقل الشاحنة بكاملها إلى الباخرة ولكن مع بعض التعديلات؟ عندها استلهم السيد مالكوم فكرة الحاوية، وأصبحت الحاويات وسيلة العالم كله إلى يومنا هذا عند شحن البضائع عن طريق البحر، حيث أنها توفر الوقت والجهد. شركات الشحن عبر العالم. تقوم شركات الشحن في وقتنا الحالي بدور الوسيط بين الشركات التي تنتج أو تبيع المنتجات، وبين العملاء الذين يرغبون في الشراء عن طريق المتاجر الإلكترونية، حيث تتكفل تلك الشركات بإيصال المنتجات إلى العملاء مقابل مبلغ من المال. وقد تخطى دور شركات الشحن توصيل المنتجات من الشركات المنتجة إلى العملاء، فأصبحت الضامنة في تحصيل الأموال من العملاء وسدادها إلى تلك الشركات التي تشحن منتجاتها. بعد أن تحدثنا عن أهمية الشحن، لابد لنا أن نذكر أهم شركات الشحن في العالم، والتي تعد رائدة في هذا المجال ولها تاريخ طويل في تلبية خدمات ملايين الأشخاص. أولا، شركة دي أش إل. أسست شركة دي أش إل من قبل أدريان دالسي ولاري هيلبلوم وروبرت لين، حيث تعد أول شركة تقدم خدمة تسليم البضائع ونقل الحاجيات حول العالم. وقد عملت بادئ الأمر في نقل مستندات الشحن عن طريق الجو، فكانت فكرة بسيطة أرادوا من خلالها إثبات سرعتهم في الإنجاز، حيث تصل مستندات الشحن إلى الجمارك قبل الشحن. ومع مرور الوقت أصبحت من الشركات العملاقة حول العالم، حيث يعزى لها الفضل في صناعة الشحن الجوي، كونها تعد أول الشركات التي اعتمدت على النقل الجوي الدولي. بدأت شركة دي اش ان بتسجيل النجاح تلو الآخر، واستطاعت بذلك أن تكون أكبر شركة لوجستية حول العالم، حيث يبلغ عدد موظفيها ما يقارب 360,000 موظف، وتمتلك مكاتب موزعة بين أكثر من 220 دولة. حصلت شركة دي اش ان لشحن البضائع على جوائز وامتيازات كثيرة، وذلك يرجع لحرصها على جودة الخدمات التي تقدمها. ثانيا، شركة أرامكس. تعد شركة أرامكس من شركات الشحن الدولية التي تمثل أهم شركات الشحن، حيث أنها تحتل مركزا مهما بين شركات الشحن العالمية، وتقدم خدمات توصيل الطلبات إلى كافة أنحاء العالم. لعل القليل منا يعلم أن شركة أرامكس شركة سعودية الجنسية، تقوم بتقديم خدمات التوصيل، وخاصة توصيل الطرود والمستندات المهمة عن طريق الشحن السريع إلى أنحاء العالم كافة. وللعلم أن شركة أرامكس تعمل بكافة أنواع الشحن، سواء الشحن البري أم الجوي أم البحري. كما أن شركة أرامكس تقدم خدمات كثيرة، منها تتبع الشحنة من خلال موقعها الإلكتروني، وبذلك يستطيع أي عميل أن يعرف أين وصل طلبه. شركة فيديكس. تعد شركة فيديكس من الشركات الأمريكية، يقع مقرها الرئيسي في ولاية ممفيس، وإحدى أهم الشركات المتخصصة في مجال الشحن. تأسست سنة 1971، وهي تغطي الآن أسواق العالم كافة، ولكن أعمالها تستهدف بشكل خاص السوق الأوروبية والأمريكية.
تعد شركة فيليكس من أغنى شركات الشحن، حيث يتلقى موظفوها دخلا مضاعفا عما يأخذه أي موظف في أي شركة شحن أخرى. شركة يو بي إس. عندما نسمع بشركة يو بي إس يتبادر إلى أذهاننا العلاقة والأصالة، لأنها تعد من الشركات الأقدم في هذا المجال، حيث باشرت شركة يو بي إس عملها بداية القرن العشرين وتحديدا سنة 1907. وكأي شركة ناشئة بدأت عملها في نطاق ضيق جدا يقتصر على نقل الطرود عبر القرى والمدن القريبة من مقرها. وبعد الحرب العالمية الثانية توسعت أعمالها لتشمل العالم كله، ويتركز نشاطها الآن في الشرق الأوسط، وتعد حاليا من أضخم الشركات، حيث أنها تحتوي على ما يقارب 6 مليون موظف منتشرين حول العالم لخدمة العملاء وتوصيل الطلبات. شركة ستاكري. تعد شركة ستاكري الأمريكية الأصل، يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، من الشركات الرائدة في مجال الشحن الدولي، حيث تقوم بتوصيل الطرود إلى أنحاء العالم كافة، وتمتلك خبرات ومهارات في مجال الشحن تزيد عن 40 عاما قضتها في خدمة عملائها وأسواقها التي تتواجد فيها. وعرف عن شركة ستاكري أنها تواكب التطور الحاصل وتعمل على تحديث خدماتها من خلال إضافة ميزات لها، إذ دخلت في الفترة الأخيرة مجال التجارة الإلكترونية وبدأت تقديم خدماتها عبر الإنترنت، حيث يبلغ عدد عملائها حول العالم ما يزيد عن 65 ألف عميل بجميع أنحاء العالم.